ان شاء الله صيام مقبول في العشر الاواخر من رمضان، ما بقاش للعيد، ان شاء الله يكون صيام مقبول وذنب مغفور ان شاء الله على كل المسلمين اينما كانوا حيث وجدوا في كل المعمورة ان شاء الله. ويصح افطاركم، ان شاء الله راكم بخير، ان شاء الله راكم تصوموا بيان، مع انه اعلم بان الامور ليست سهلة بالنسبة للكثير خاصة اللي يخدموا، خاصة امهاتنا. تحية لامهاتنا واخواتنا اللي راهم واقفين في المطابخ، احييهم من هذا المنبر ونقول لهم ربي ان شاء الله يجازيكم ويغفر ذنوبكم، لانكم انتم الكل في الكل، امهاتنا واخواتنا وكل ربات البيت هما اللي راهم يطيبوا ويغسلوا ويديروا، وجماعة تجي تاكل وتشرب وتزيد يخلقوا. المهم صح فطوركم، وأعيدها بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم كلكم كل المتابعين أينما كنتم، أخوكم عارف مشاكرة يحييكم يشد على أيديكم. فقط لكي ندخل في الموضوع ولا أطيل عليكم المباشر، لأنه الأمور شوية عندي شغل كبير وأنتم كلكم مشغولين، والناس اللي خارج التراويح وتستنى في الجديد، لأنها صفحة الصدق والمصداقية. نتقصى لكم ونجتهد علنا نصيب وعلنا نفرح إخواننا الجزائريين. إذا خاوتي راح نبدأ لكم بأول نقطة، نبدأ نقطة في المباشر هذا تاع واش راهو صاري، يعني القرارات تاع الفيفا واش كاين واش ما كاين، خاوتنا اللي ينتظروا الجزائريين. الأمر مازال حيز النقاشات إيجابية، لجنة التحكيم تقريبا اجزمت كلهم، يقول لك كارثه، يعني ما همش قادرين. كيف هي لجنه التحكيم من قلب الفيفا، مصادرنا في وسط الفيفا، كانت عندنا اتصالات حتى من جماعه تاع اللي راهم في لجنه التحكيم، قال لك يعني كل شيء مفضوح، يعني الامر كارثي. وكذلك مسؤولين في الفيفا ليس في لجنه التحكيم، اللوبيات، لانه كاين تنحرات في اللوبيات، انفانتينو يلفو يعني موندا جديد، وراهم يحتاجوا، المهم خلطه كبيره. لكن الناس قال لك سي بون باستا، قال لك صاي، قال لك افريقيا هذه، هذا هي يعني الحجه، وهذا هي يعني كما نقولوا احنا المناسبه اللي راح ينطويو فيها لكي لا تلطخ الكره، كره القدم في العالم، لانه كارثه وفضائح بالجمله. يعني مشكله الجزائر مثل التسونامي، ليس فقط مشكله ولات الان الجزائريين باش يفهموا باش يستوعبوا، خاصه الاعلاميين والكثير. الان القضيه تاعنا ليست قضيه فقط يعني المباراه تاع الجزائر والكاميرون، القضيه تاعنا الجزائريين الان امام العالم، نحن من سيصحح مسار الكاف ويهدم معبد الكاف والرشوه بكل شيء، واش راهي تصرى بين ليزيكي بين كل شيء. يعني الكاف هذه هي، يعني الجزائريين هما اللي راح يعني راح يكونوا سبه، ربي سبحانه دارها السبه هذه، يعني شر اللي راح يجيب خير للافارقه كامل، لكل اخواننا في افريقيا، في مصر، في تونس، في المغرب، في كل مكان، في كل حتى في افريقيا كامل. التحكيم الرشوه معروفه، يعني الوحيدين الكل، اسيا كل شيء مليح، اوروبا نشوفوا مهما كان، لكن افريقيا كارثه. دائما صوره افريقيا، لما نقول افريقيا نقول ديكتاتوريات، لما نقول افريقيا نقول الفساد، لما نقول افريقيا يعني اغنى قاره في العالم، اغنى قاره في الكل يعني في الكره الارضيه، لكنها كارثه كبيره، افقر شعوب، فساد كبير، يعني امور كبيره. اذا لكي لا اتعمق يعني كثيرا، الامر في الفيفا الان خاوتي راهو يدرس، وراهم يعني موقف حرج جدا، راهم يفتشوا على مخرج كيفاش، لان علشان هذا راه يطول الامور، وراهي الحكام تاع لجنه التحكيم يعني اجزموا كلهم. كيكولينا يعني راهو الرئيس تاع اللجنه، البلاجوان تاعو القطري، كلهم قال لك لا اله الا الله. تجيب حمار يتفرج على 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 الاخطاء يقول لك مش نورمال. ونزيدكم حاجه اعطوها لي يعني باش نضحككم، اعادوا اللقطه تاع الحكم كيحب يماركي برجله كم من مره، وضحكوا عليها كامل، وكانه هو حاب يماركي البيت، اللي داروها فيديو كان شفتوها، داروها الخوة الجزائريين. كذلك قال لك هذه يعني قضيه، هذه لازم الحكام واللجنه وكذلك مسؤولين من الفيفا، قال لك باسطه لازم تصحيحيه. وهذه الكاف ماهيش حبه العار، ماهيش حبه الكشفه، راهم يجريوا التحدي نتاعنا تحدي كبير جدا،
تحدي كبير جدا. لهذا لازمتنا المليونية الربعة تاع 4 ماي، لو كل الجزائريين ديروها مليونية راح نهدموا الكاف، يعني لأنه العالم كامل راح يتكلم عليها. الفوكو تول موند فيان، لازم كل الناس يوم 4، لو عندنا التصريح درناه يوم 4 لازم مليونية، ليس فقط من أجل يعني المباراة تاع الجزائر والكاميرون، من أجل الفساد في الكاف، ونهبدوا معد بالكاف ونديروا حاجة جديدة ليكون ضغط كبير وتكون خلاص يعني نفوتوا المرحلة واحدة أخرى. لازم مرحلة جديدة في إفريقيا، لازم إفريقيا الصوغ من هالمغاصم اللي داروه. إذا خوتي كذلك راح نتكلم النقطة الثانية هذه، وش رأي المستجدات وفي الأيام القابلة يعني نورمالمون حتى اليوم 5 أو 6 باش يخرج القرار، حتى اليوم 7، لكن يوم 4 راكم مطلوبين كامل في المليونية في زوريخ. خوتنا تعملوز تحية كبيرة لكم لأنكم أنتم رجال الموقف، خوتنا اللي راهم تم في زوريخ في جنيف في لوزان أحييهم كلهم، لكن راح يجيوا من كل مكان يعني. النداء إلى كل الناس، لازم لوكات هي هد معبد الكاف، لافتات لاكاف، ليس فقط احنا الجزائريين محناش قاعدين نضربوا غير على الماتش تاع الجزائر باش تفهموها، لكي تستوعبوا المشكلة نتاعنا هي الكاف، الكاف والفساد في افريقيا لازم نكملوا معاه. هذه هي فرصتنا كامل، الكل يأمل فينا. شوف يكلموني من ناس لا علاقة لهم بالافريقيا، من العراق احييه الاخ المدير يعني الاتحادية العراقية اللي احييه، اللي راهو يقدم لنا في مساعدات كبيرة اعلامية وكل شيء، كذلك اخواننا في لبنان في سوريا في مصر، لا يعني مصر ما شاء الله الإعلام المصري واقف مع الجزائر 1000%. ما كانش واحد في الإعلام المصري يقول كلمة ضد يعني اللي ما تخدمش الملف الجزائري. إذا نرجع إلى بيان اللي داروا إيتو، اللي داروه نقلاته الصحافة الجزائرية العميلة سامحوني خوتي أو الجاهلة، يعني كاين عمالة وكاين عن جهل. اللي قال لك إيتو يعني رفع دار بيان مش يشكي بالماضي على في الفيفا، ايطو البيان تاعو على اليوم في الفيفا ومن من من الفيفا، قال لك الريكلاماسيون تاع ايطو من اجل كيف هو يعني راهو يندد تنديد كيفاه الملف من نجل يعني من 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 لجنه التنظيم الى لجنه التحكيم، لانهم يعرفوا لجنه التحكيم خطيره وهي تقدر تكون فيها اعاده المباراه. لجنه التنظيم لا تعيد المباريات، يعني تكون فيها عقوبات كما داروا لنا على الكراسي، لان فتنا في لجنه التنظيم وصرات استباقيه، عمليه استباقيه تاع زعما $3000 على يعني غرام على الكراسي ك يعني فتح الشهيه تاع رانا نعاقبوا الجزائريين واش داروا، لكن لازم نعطيهم حقهم. هذه الامور راهم كيف فيها كيف يخرجوا من الوقعة هذا، لكن لازم كلنا احنا نأمل. نعيد ونكرر للجزائريين اللي راهم ضدنا، اللي راهم الجالية الكاميرونية او الناس اللي ما عندهمش امل، نقول لهم اسئلة بريئة، هل ظلمنا في ساحة الوغى ثم في بليدة ولا لا؟ الجواب نعم. هل يعني الحكم قام يعني باعمال لا اخلاقيه لا تمد بصله للتحكيم ولا اي شيء في بليده؟ نعم. هل نحن مظلومين؟ نعم. هل نحن تحقرنا في بليده والعالم كامل يشوف واعتراف العالم كله؟ نعم. اذا هل نترك حقنا؟ هل نسكت ونربع خويا؟ احنا الشاويه ووالدينا وجدودنا قالوا لنا باللي راهم اللي يترك حقه الا الديوث، وانا نعرف احنا نعرفوا الجزائريين من وهر لتبسة لطمر راس الورقله الجزائري مش ديوث، وبشهاده العدو قبل القريب. هذه راني نشوفوا فيها هذا من الناس اللي راه يتكسر في الناس، راهو فضحهم كما تشوفوا راهم يتهجموا على بالماضي ولا يهمهم. هذا جماعه الهداف وجماعه الكلاب التي تنبح، لا يهمهم لا فريق وطني لا تهمهم الجزائر ولا تهمهم ناس على جال مصالح ما على جال كاسكروت. ما نحبوش نخرجوا غسيلنا امام الناس، لكن الان لازم نهضروا الحقيقه. ناس طلابه، انتوما ناس طلابه جيعانين، تروحوا الموالفين يعيشوا في الكونفدراليات كما موالفين الفضائح في البرازيل، يدي واحد يدي معاه ولاده ويدي واحد من الكوزان تاعو، هذه كما قال لكم بالماضي فضحكم. واحد قرعه ريحه واحد، هذه على جال حوايج بسيطه، ما على بالكم لا بالجزائر لا على بالكم بالمناصرين الجزائريين. راكم تهاجموا في بالماضي لانه عراكم، وبالماضي لما يتحرك مع ليكيب ناسيونال ما يخليكمش تبروفيتيو باسكو فوز دي بروفيتور، وما تحبوش لي يفضحكم لانه ينعت لكم حقيقتكم. انتم طحالب، انتم طحالب، طحالب، انتم طحالب وبكتيريا. لازم الشعب الجزائري، هذه اللي صرات
كشفت يعني اسقطت الاقنعه. خلينا ما ندخلش في الشق السياسي والحروب تاع تاع الكولسه والامور وكل شيء. الان نتكلم على عماره اللي راهو رئيس تاع الفاف. اليوم موقع عالمي يتكلم يقول لك عمارة راهو يهضر الكريتيكي بالماضي سيعاقب. عليه تهضر يا سي عمارة؟ عليه راكم تهضروا تمدوا في المادة الدسمة؟ نفهموكم نقول لكم موه، نقول لكم باع، نفهم قريوكم بالخشيبات. الامور هذه ليست صدفة. ديكلاري ديكلاراسيون تاعكم والاعلام واش ديروا فيه كامل ليس صدفة. انتوما قاعدين تكسروا في الجزائر، لا تكسروا لا في بالماضي لا فلان، لانه بالماضي ليس الجزائر، بالماضي مدرب وقاعد لكم هنا كي مسمار شحال. وان ابيل Un appel à Balmadi. Vous restez comme ça et toutes les Algériens derrière vous. Autorité, tout le monde. C'est mange-merde. C'est Lascar. Il faut qu'il dégage. Il faut que le peuple algérien met fin à toute cette mascarade. Vraiment, Balmadi, tout le monde, ils essayent de vous casser. Ils essayent de vous mettre la pression. Ils essayent de vous chasser pour rester comme la vermine. Alors vous restez là. On est tous derrière vous. Vous n'êtes pas un prophète, vous n'êtes pas un dieu, nul n'est parfait. Avec tous vos défauts et vos qualités, on est derrière vous. Et vous restez là. Et on connaît tout. Le chef de Jazeera et comme Monsieur Balmadi, il sait pourquoi ils sont en train de vous casser. Mais elle qui l'est, ben d'où m'a cassé au fric, ben elle est belle, je l'ai cassé au Jazeera. Rami cassé au Jazeera. Et then, je mets le Heddaf. Un autre quelqu'un sous elle. Tu te لانه انا كاعلامي وكمحلل ومعروف كمحلل لكل يعني القارين البي ان ال وقارين كل شيء لي بلونس دو كومينيكاسيون، كي تتكلموا انتم يا جماعه الهدف وتقولوا لوش لقجع وحاب يعاون، يحب يعاون الفريق الجزائري وحاب يعاون الجزائر في لاكاف ولا فيفا، انتم قاعدين تبيضوا في صوره لقجع. ولقجع على بالكم به بلي راهو زلم ازلام المخزن. ما معنى هذا؟ معناتها انتم فيكم مندسين وعملاء تاع المخزن. اقولها بصراحه، لانه لي ديكلاراسيون تاع الطبيب تاع الاعلامي نعرفوا الانجينيرينغ، الهندسه الاعلاميه احنا قارينها ليس كي الشعب، نعرفوا اي ديكلاراسيون اي حاجه. البيان تاع ايتو، هل طلبتوا الفيفا؟ كاين مايل تبعثوا مايل، ما تعرفوش تكتبوا نكتبوا لكم. ابعثوا مايل للفيفا بلاغريمون تاعكم بكلش تاعكم قال قناه الهداف، هل البيان هذا منه صح؟ كي يردوا لكم يقولوا لكم وي صح، ثم روحوا نشروه. او ايتو وشكاب بالماضي. مرضكم بالماضي، سكن لكم في راسكم، لانه قسلكم جنحيكم وفضحكم امام الجزائريين. موالفين تديو في الملاير تاع الاشهار، بلاطوات نتاعكم الناس كامل تضحك عليها، بلاطوات العار. شو الاقل؟ شو تحيه للاعلام الجزائري على راسهم الشروق. الشروق والبلاد وبر تي في، تحيه كبيره لهم. عمل بروفيسيونال صحفيين الشروق، احييكم دائما في الاوقات الحاسمه. الشروق تخرج بقوه دائما، هذه هي في لما تكون امر تاع وطن، ما بقاتش حسابات، ما بقاتش مع حرب مع 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 السلطه، ما بقى لازم كلنا رجل واحد امام هذا الاخر. اذا عماره بن عماره سي عماره يقول لك الاعلام العالمي يقول لي ينقل بلي راهو عماره راهو يقول بلي راهو الفيفا ستعاقب بالماضي، وعلاه تمد في الدسمه حتى يدي واسكتوا اسكتوا. انا قلتها لكم 1000 مره، اللي يزيد يهدر راهو خاين وراهو نفضحوه بلي راهو عميل تاع الامارات وعميل تاع منا ونجبدوا حوايج كبار. تحيه للبهلول، والله بهلول ظهر راجل عليكم. جماعه اللي في لافاف، والله بهلول ظهر راجل عليكم. بهلول قلنا له درنا نداء قلنا له استقيل استقال، والله تحيه ليك يا بهلول، والله ظهرت انت راجل عليهم كامل. باقيين حاكمين كلها ما يتحشموش، باقيين توجور تمصوا وعايشين مي 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 فريمون سي كاتاستروفيك. ليكيب تاع ناسيونال سي تاع ليزالجيريا تاع المناصرين الجزائريين، ماهيش تاعكم. خطاوهم خطاو ليزالجيريا، خليهم يفرحوا غير تبكيو فيهم وتكسروا فيهم. حنا قلتها ونعاودها، الجزائريين الجزائري مش دايوث، الجزائري مش دايوث ما يمسي حقه. العالم كامل، وهذه القضيه قضيه ليس فقط لا 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 المباراة تاع الجزائر كامل، هذه راح نصفيوها، الجزائريين ستبقى في التاريخ. نحن من سيهدم المعبد تاع الكاف، لكي تكون الكرة الإفريقية تطلع تولي كي العالمية شوية وتولي الأمور تولي نورمال، غير 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 التلعوين وغير الفساد والرشوة، وغير كي تقول لهم أفريقيا يقول كان الرشوة ويقول كان الفساد، لا كانش. إذا الإعلام الجزائري يرحم والديكم، ما تديروش مادة دسمة للإعلام العالمي باش ما يستغلهاش، لأنه الإعلام العالمي واش يدير؟ يهز لي ديكلاراسيون تاعكم ويديرها ويروجها ويديرها. لا تكونوا أنتوما لا تطعنونا يعني بسكاكينكم.
لانه كل مره نقول لكم وراكم تثبتوا اي واحد يعمل لحما امور كما هذه تسمى راهي ماهيش صدفه، تسمى راهي كما نقولوا احنا عمل متعمد، راكم تتعمدوا وتطعنوا فينا. واي واحد يبيسي لي برا هذا حقنا، ما قلنا والو، قلنا الاسئله انه احنا من حقنا تظن نجيبوا حقنا، الا انت ايها الديوث التي ما تحب انك احنا عندنا في الجزائر اللي يسكت على حقه الا الديوث، والديوث راكم تعرفوا شكون هو، الديوث حنكم تعرفوا شكون هو. اذا هذه ما اخي السؤال اخي الجن ديوث امير ديزا يا عدلان يا عدلان اخي العزيز، تحيه الناس تبسة وتحيه لكلنا. شوف الجزائريين، هذه فرصه باش نتكلم لكم عليها. كان الكثير يتكلم قداو يقول لي واحد يقول لي رد على فلان ولا رد على فلان ولا رد على فلان. انا عارف مشاكره اختلف مع زيطوط حتى ولا كان وامير والاخر وعبد الصمار وهشام عبود ومهدي غاني، نختلف معهم، تقولوا مرتزقه تقولوا خونه لكنهم نخبه، حتى ولو كان من هذا شق اخر. لكن تجيو تهضروا لي على واحد لقيط، واحد مغتصب، مريض نفسي، انا عندي هذاك فيكتيم، انا اللي يهضر لي على امير نقول له انت بغل، واللي يتفرج امير غير البغل. اعرف روحك، هذه نقولها الجزائري، اي واحد يتفرج امير واشباهه اعرف بلي راهو بغرد، لانه السيد ما عنده حتى مستوى. ثانيا السيد انا بالنسبه لي ديما نقولها الناس ضحيه ما نلوموش، ضحيه، السيد اغتصب في حياته، السيد شرد، السيد خدم بمرته، باع اخته، باع امه، باع عائلته، ما شاف والو في حياته، مشعوذ، كل شيء الى الان، هذاك حاله نفسيه. نفسانيين انا عندي اصدقاء اطباء نفسانيين قالوا لي شافوا الحاله نتاعو، هذاك حاله نفس مريض، كيف هذاك الى الان كونتر المجتمع. كونتر المجتمع، مسكين ما مسكين، دعيوا له برك ربي يجيب له الشفاء، دعيوا له ربي ان شاء الله كش ما كان يفرج عليه ربي كش ما كان، انسان عامل يدي الناس ابتزاز، حتى اموالهم خبيهم عند واحد من ولاد العم اللي ماتوا فضائحه كبيره، يعني انا ما نردش على المستويات هذوما، انا قلت لكم ما تزيدوش تهضروا لي على الرعاع، احنا نردوا على النخبه، الرد على واحد كيما سمراوي، الرد على واحد كيما زيطوط، حتى ولو اختلفنا نرد على واحد كيما مهدي غاني، واحد هذوك شوف تختلفوا معاه هم معارضين ارهاب، لكن نخبه ومستوى. استهدروا لي انتم على واحد ما عيب عليكم حتى كي تذكروا اسمه. انا اي واحد نقول لك صح لي جبد لي اسم واحد كيما هذا نقول له انت بغل، لانه الناس تبع الدكاتره، احنا نديروا في بحوث، نجري ونقراو كل يوم، لي فورماسيون كل يوم، نجيبهم عند الناس نتعلموا مع بعضنا بعض ونحاولوا نجتهدوا، تجيو تهضروا لي على مستوى رعاع. اذا هذه النقطه هذه ما تزيديش تبعثوا عليها الاصدقاء ولا يقولوا لي فلان قال له يهضر على روحه. ارجعوا برك للعظماء، عمرهم يردوا على الحشرات. ولا نزيد نحكي لكم حكايه تاع جدودنا، ما خلاو ما قالوا، سبع مداير القيلوله، سبع صيد مداير القيلوله، يجي فار يخرب فيه من اللورا من ورائهم جهه ذيله، يخربوا باسنانه القواطع ويجرحوا يجرحوا، ينوض الاسد يشوف في اللي راهو فار وضره، يعني يقيسوا حتى الدم يسيل، يدور يشوفوا فار واش يدير السبع، يرجع يكمل قيلولته. لماذا؟ لهذا حيوان، ما بكم انتم انسان، لانه الاسد يقول لك انا اسد كامل نوض الرد على فار، رغم انه قاسه وقاعد يجرح والدم يسيل، يخليه ياكل هذيك الزباله اللي من لورا باسكو يقرض فيه، مش ياكل الفضلات، يعني بقايا الفضلات اللي في الاسد، ويخليه رغم الالم ما يردش عليه، لانه اسد عمره يرد عليه. وانا نقول لك ماهوش جذرث، هذاك انسان قلت لكم خاوتي حالته النفسيه مغتصب كي كان صغير، صرا فيه مسكين الويلات، حاج حياه جحيم، يعني ما يتلامش حالته هذاك، لازم اطباء نفسانيين يقوموا به، يروح عن سونتر تاع مرضى ويداويوه، ولا تكونوا يعني كرهكم للسلطه ولا كرهكم لبعض المسؤولين في الجزائر، تخلطوا هذيك الجزائر، لا تخلطوا بين الجزائر والدوله والسلطه، السلطه فيها فاسدين واللي حد الان فاسدين في السلطه ومازالوا يعرقلوا فينا ومازالوا بيناتنا المندسين، وهذوك هما اللي احنا حاصلين فيهم الان. اذا خاوتي هذا النقطه هذه ما نزيدش نرجع لها، خلاص باهي كما يقولها الاخر. اذا اخر ميساج تاعي هو للاعلام الجزائري، قولوا خيرا او اصمتوا، الاعلام الجزائري قولوا خيرا او اصمتوا، واللي يبقى ينابح راهو يا عميل تاع جماعه محمد بن زايد تاع الامارات اللي راهم مدغولين ثم، اي ديكلاراسيون الان راح نفتحوا عليها النار امام الجزائريين، راح نفتحوا عليها النار،
اي واحد الان يدير ديكلاري راح نفتحوا ليه النار. رجعت لكم وكلمتكم على البيان تاع ايطورا ماهوش ضد بالماضي وماهوش خلاص لان خلطوها راح تعطيتوها ماده دسمه الاعلام العالمي قال لك بالماضي. والان رانا نشوفوا في جماعه الكاميرون منوضوا الخلايا نتاعهم كيما بداو يديروا لارتيكل على ليليون توران. ليليون توران قال لك انا ما هدرت ما قلت على الجزائر وعندي بوكو دو ريسبي على لي زالجيريان وعلى الفريق الوطني الجزائري ولم اشاهد حتى يعني الماتش حتى نكريتيكيه ما شافوش بكل ليليون توران. وحنا عشينا لاننا نساق اعلامنا مسكين لا غالب عليه ما نحبش ندخل في الاعلام بزاف استحوا لكي لا نعريكم امام الناس لكي لا نجبدوا لكم خرايبكم. جمعت الهداف نقول لكم ربي يهديكم وبينكم خوانا لازم تصفيهم. وبالماضي نقول لك يا بالماضي كل الجزائريين ورايك وباذن الله الايام القادمه تكون اخبار ساره وهذا حقنا ونطالبوا على حقنا ومحناش حابسين ما احناش حابسين لعل راهم حاسين. شوف ما احناش حابسين عندنا عشرات المحامين القوة في العالم والملفات ماشية في كل شوف ماشي ملف تاع التنظيم ماشي ملف تاع اللي دارت ولافاف. احنا لا نثق في جماعة لافاف يعني باش نقولها بصراحة لأنه خدمة لافاف مشكورين كاين فيهم ناس في لافاف اللي كي وكرر وعيد كاين فيها رجال ولاد الرجال يخدموا في لافاف ناس نظاف هما اللي واقفين وراهم يبوسيو في الحية وكاين رجال كذلك رئيس الجمهورية شخصيا هو من واقف على الملف هذايا تاع المشكلة تاع الفريق الوطني. وبإذن الله احنا نخدموا خدمتنا احنا كمناصرين انا لا عارف مشاكره لا حتى واحد راهو قاعد يقدم في الاخر حنا نديروا في الواجب تاعنا وراهو كامل الجزائريين هما اللي راهم قاعدين يديروا في الشيء هذا. انا فقط سبب مانيش انا وكاين الاف راهم معايا انا برك راني باين لكن الباقي كامل راهم الاف فقط لكي اضع النقاط على الحروف صحة فطوركم يعني نبقى نفيدكم بالجديد وين يكون جديد انا نقول لكم عليه. فقط نقول الجزائريين نقول لهم احنا حقنا داوه تظلمنا نجيبوا حقنا ما نستوش عليه نحن محناش نعاودها ونقولها الا الديوث اللي يخلي حقه وحبست الله هنا. السلام عليكم خوتي اتمنى انني افدتكم بالمعلومات هذه الجديده واتمنى من الاعلاميين اللي راهم مازالوا يكلاشيو ويتيروا ويحبوا يكسروا بالماضي بالماضي شوف يفو با كي باس لي بغا يزيساي تو كاسي في تري اتونسيون لوغ جو سي ان جو دو واش راح نقول لك بي يو تي PUTE, ah, je vous le dis, c'est des mange-merdes, c'est des chiens de la casse, je vous cache pas, le peu que vous connaissez sur eux, toutes les Algériens derrière vous, on est derrière vous, tu restes là comme smarjha. Ça viendra le jour. Salam alaikum, khawti, saha sahorkom, brok ramadankom. والجديد دائما الحقيقة عند خوكم عارف مشاكل إن شاء الله. السلام عليكم.